احنا نبدا الكونتينيويشن اوف ذا شولدر كورس. النهارده محاضرات النهارده مع استاذنا الفاضل واخونا العزيز استاذ دكتور ماجد بي سامي، بروفيسور اوف اورثوبيديك سيرجري عند شمس يونيفرستي، ويل سبيك اباوت ذا بينفول ستيف شولدر، اند ذا نيكست توك ويل بي بروفيسور محمد صلاح شرف فروم بنها فاكولتي اوف ميديسين فروم اورثوبيديك ديبارتمنت بنها يونيفرستي. اور مودريتور توداي ويل بي Professor Dr. Hossam Elbigawi, Professor and Head of Shoulder and Knee Arthroscopy Unit, Banha Faculty of Medicine. تفضل دكتور حسام. يسعدنا ويشرفنا وجود الأستاذ الدكتور ماجد سامي، أستاذ جراحة العظام في كلية طب عين شمس، ومحاضرة اليوم عن Painful Stiff Shoulder. تفضل دكتور ماجد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. طبعا أنا بشكر كلية طب بنها قسم العظام والأستاذ دكتور محمد الأشهب على الدعوة الكريمة. Today we will have like an overview of the most common presentations of shoulder. يعني إحنا المحاضرة اللي بعدي إن شاء الله ممكن we can go in more details, but in this presentation what I intend is to present an overview of how most of the patients present and how to analyze the complaints to reach the diagnosis. الشولدر كومبلينتس عادة لما بيجي لنا عيان في العيادة بيشتكي من عدد من الشكاوى، أشهرهم هو البين، يلي limited range of motion، ما بقدرش أجيب إيدي ورا ظهري، ما بقدرش أرفع إيدي لفوق. يبقى البين والlimited range of motion الاثنين مع بعض هما الموست كومن كومبلينتس اللي احنا بنواجهها في الشولدر بيشنتس. في ناس بتشتكي انها بتسمع صوت وهي بترفع ايدها، صوت كريبتس او نويز. في ناس طبعا بتشتكي من انستابيليتي او بيشتكي من انه ايده ضعيفه مش قادر يشيل بيها حاجه. يبقى زي ما احنا شايفين ان البين والليميتيشن يوجوالي ذيس ار ذا تو موست كومن بريزنتيشنز ان شولدر بيشنتس. البين اولموست اول شولدر باثولوجيز ار بينفول، ودي حاجه لازم نحطها في فكرنا واحنا بنقيم حالات الشولدر، وان اي بين هيؤدي الى limitation in the range of motion that is painful. فعشان كده محتاجين نعرف ال limitation اللي قدامنا دي is it a true stiffness or it is a limitation due to pain. يعني عينين ال impingement كل ال range اللي بيحصل فيه ال pain ال impingement pain هيبقى limited، وكذلك عينين ال rotator cuff tears. وفي patients that are truly stiff اللي هم عينين الاثيسيف كابسولايتس او الشولدر ارثرايتس، these are truly stiff patients. يعني ايه؟ يعني even if we abolish their pain still they will have a limitation in the range of motion. البين مش هو السبب ان عندهم limitation in the range of motion. البايسبس pathology is painful and can lead to a painful limitation in the range of motion. الكالسيفيك تندينيتس، الاي سي جوينت pathology، وحاجه نعرفها ما بتاديش الى ليميتيشن لكن بتادي الى بين وهي الانستابيليتي. احنا دايما بنفكر ان عينين الانستابيليتي هيجوا يشتكوا من ان كتفه بيتخلع. عيانين الاوكلت انستابيليتي اللي عندهم اوفر ستريتش من الريبيتد مايكرو تروما they can present only by pain. في الاوفر هيد اكتيفيتيز they have pain، وكتير بيبقوا مس دايجنوست اس امبينجمنت لان هم بيبقوا بينفول في الامبينجمنت ارك، whereas the real pathology is instability. واخيرا طبعا ممكن البين يكون referred من السيرفايكال سباين. يبقى احنا لما نيجي to manage a case of presenting with painful stiffness of the shoulder, shoulder pain and stiffness, اول سؤال لازم نساله لنفسنا is it a true stiffness or is it a stiffness due to the pain. فالاول نعرف يعني ايه true stiffness. True stiffness is a limitation in both active and passive ranges of motion. لأن لو هو عنده limitation في الactive مش قادر يحرك active لكن بيقدر يحرك passive، يبقى المشكلة في المسل، سواء في المسل itself التندون في tendon injury أو في nerve supply to the muscle. لكن لو مش قادر يحرك passive كمان يبقى عندي two possibilities، يا إما he is truly stiff يا إما حتى the passive motion is painful and therefore he does not want to go through the painful passive range. يعني حتى the limitation in the passive range of motion can be due to pain. فلازم نركز قوي في الموضوع ده. فيبقى true stiffness is a limitation in both active and passive ranges of motion
and this limitation persists with abolition of pain. وعشان كده عشان نقول ان العيان is truly stiff, the final diagnosis you have to abolish the pain, يا اما بlocal injections يا اما examination under anesthesia. وكثير قوي من العيانين اللي بيبقوا مشخصين ان هم stiff shoulder, frozen shoulder for example, وحد بيفكر انه هيعمل لهم manipulation under anesthesia, اول ما ياخد الانستيزيا ويجي يحركه يلاقيه بيجيب full range ويبقى فرحان قوي انه جاب full range under anesthesia. اول ما يفوق البنج يرجع نفس القصه ما بيحركش. ليه؟ لان he was not truly stiff. This, the limitation of the range of motion was due to the pain. يبقى انا محتاج اتاكد ان في limitation active وpassive عشان اقول ان he's truly stiff. When even when there is no pain, still there is limitation in both active and passive ranges of motion. يبقى انا عندي causes of true stiffness and we have limitation of the range of motion caused by pain. ولازم نفرق بين التو pathologies دول اول ما يجي لنا عيان بيشتكي من pain and limited range of motion. التروس stiffness اشهرهم طبعا هو البرايمري frozen shoulder او اللي بنسميه الادهيسيف capsulitis. Less common is shoulder arthritis, secondary frozen shoulders, whether post-traumatic or post-operative, واخيرا locked dislocation. These are truly stiff. مفيش, there is severe limitation in passive range of motion, even if there is no pain. لكن عندنا حاجات كتير قوي تعمل limited range of motion due to the pain. Once we can abolish the pain, هيبقى عندنا normal range. فعشان كده لازم نعرف نفرق بين الاثنين. ايه الحاجات اللي بتعمل لي painful limited range of motion and the limitation is mainly due to the pain؟ subacromial impingement, cuff tears, biceps pathology, AC arthritis with an impingement on the cuff, and finally calcific tendinitis. كل دول they will present by pain and stiffness. But if I abolish the pain or if I examine under anesthesia, I will find that they have an almost full passive range of motion. عشان كده لما نيجي نفرق بين ال true stiffness and stiffness due to pain, أول حاجة that we must do is to examine both active and passive ranges of motion, and then we want to examine the passive range of motion in a direction that is not painful. وعشان كده أهم وضع هو ده اللي هو examining the passive external rotation in adduction. طبعا لو العيان بيقدر يجيب active يبقى مفيش معنى ان انا افحصه passive. احنا دايما بنبدا نفحص الactive range. اللي ما بيقدرش يجيب good active range بنبدا نشوف له الpassive. اللي بيجيب full active range there is no point to examine the passive because it will definitely be normal. ليه ده مهم؟ لسببين. اولا this is not a painful position. ان انا اعمل external rotation in adduction, it's not an impinging position. It's not painful in cuff tears. It's not painful in labral pathology tears. It's not painful in AC arthritis cases. فكل الباثولوجيز اللي بتعمل pain leading to limitation مش هتبقى painful في الوضع ده. فإذا this is a true limitation لأن مفيش pain بيحصل في الوضع ده. فلو ما عنديش external rotation in abduction even passively, يبقى I have a true stiffness whether it's a frozen shoulder, it's a locked posterior dislocation, or it's a primary or secondary shoulder osteoarthritis. هم دول كلهم اللي هيعملوا لي limitation in the passive range of external rotation in adduction. فقبل ما نشخص عيان frozen shoulder لازم نعمل الفحص ده. Luckily for us ان ده اول range of motion بيبقى affected في عينين الفروزن shoulder لان الباثولوجي begins in the rotator interval اللي هي الانتروسوبيريور كبسول اللي هي المين restraint للاكسترنال rotation in adduction. فاول حركه العيان بيفقدها هي external rotation in abduction. We can diagnose frozen cases in their early phases. طيب احنا طبعا المحاضره الجايه هتبقى عن impingement و rotator cuff tears, فاحنا مش هنخش in details هنا فيهم. احنا هنركز على حالات true stiffness. بس عاوزين في حاجه في الشولدر ان we can have different pathologies. فلازم نبقى عارفين what is painful, and we have to diagnose the different pathologies. Then when it comes to treatment, we have to treat all the pathologies. لو عالجنا حاجة وسيبنا حاجة هيفضل العيان in pain وهيفضل عنده ال painful limitation. ال impingement احنا عارفين ان هو بيحصل impingement للrotator cuff ما بين الacromion و
الهيومرال هيد عند الاوتلت هنا او ممكن عند الاي سي جوينت لو هو نان اوتلت امبنجمنت. زمان كانوا بيتكلموا عن الشيبس بتاعه الاكروميون اللي هو الفلات والكيرفت والهوكت. عشان نبقى عارفين دلوقتي سب اكروميال امبنجمنت از ا كلينيكال دايجنوسيس والريليفنس of the shape of the acromion is quite limited. يعني أنا ممكن يبقى عندي true impingement with a flat acromion. ممكن ما يبقى عنديش impingement وعندي hooked acromion. فما نهتمش قوي بالموضوع. Mostly the impingement بتبقى عند the anterolateral edge of the acromion. بس ممكن تبقى عند the AC joint اللي مسميها non-outlet. وممكن تبقى عند the greater tuberosity. وما ننساش إن عينين the instability they can present by pain which mimics impingement. But it is not true impingement. الامبنجمنت تبدا بإديمة وبعدين فايبروزس واخيرا وي كان اند اب وذ تندون تيرز. عشان اشخص ان عيان عنده امبنجمنت بيبقى البين عند الانترولاترال كورنر اوف ذا اكروميون اللي بنسميها الكودمنز بوينت وبيراديت داون تو ذا البو. يعني يقول لك الوجع نازل لغايه كوعي ده عادي مع الامبنجمنت. بيبقى عنده بينفول ارك اوف موشن. بنحط الايد ميد واي ما بين ابدكشن اند فليكشن بنحطها في internal rotation وبنشوف passively the arc of motion بيبقى painful between 70 and 110 أو نعمل له the Hawkins sign وهنلاقي pain جاي من عند the Codman's point ونازل لغاية القلب. أرجع أفحص تاني the passive external rotation in abduction عشان أتأكد إن هو مش frozen. ليه هو الحركات دي هتبقى painful في عين الفروزن؟ آه هتبقى painful في عين الفروزن. هيبقى painful وهيبان إن عنده painful arc لو قدر يجيب الارك لآخره لأن هو painful في كل الحركات. فعين الفروزن كان ميميك اني باثولوجي فلازم ارجع افحص تاني. طب انا لو لقيت ان ده عيان امبنجمنت هل معنى ان التست دي ديز ار بوزيتيف ان ده ايزوليتد امبنجمنت؟ احنا اتفقنا ان البينفول ليميتيشن بيبقى عندي ديفرنت باثولوجيز ذات كو اكزيست. العيان ده ممكن يبقى عنده امبنجمنت بلس ممكن يبقى عنده سوبرا او انفرا سبينيتس تندون تير بلس ممكن يبقى عنده بايسبس باثولوجي بلس ممكن يبقى عنده subscapularis injury بلس ممكن يبقى عنده AC joint pathology. لازم كل الحاجات دي نفحصها ونعرف ان كلهم ممكن يبقوا موجودين في نفس العيان عشان لو هنعالج لازم هنعالج كله. يبقى اي عيان عنده painful limitation فحصله ال passive external rotation in abduction لقيته he has a good range يبقى he is not a truly stiff patient. This is a painful limitation in the range. فحصل impingement لقيته positive يبقى هي has subacromial impingement plus حاجات تانية. يبقى أنا لازم ممكن أعمله subacromial injection وعيد التست وأشوف البين بيتحسن ولا لأ. وإحنا نادرا ما بنعمل الموضوع ده دلوقتي. subacromial decompression the isolated now it is out of favor. يعني إحنا لازم نبقى عارفين إن دي طبعا عملية في وقت ما كانت أشهر عملية في جراحة الكتف في المناظير على الأقل. لو انا شخصت عيان انه isolated subacromial decompression ما معهوش اي tendon tears يبقى المين line of treatment is conservative. ممكن اعمل له non-steroidals ممكن نعمل physiotherapy ونعمل strengthening للexternal rotators عشان ياخد الكف بعيد عن الimpinging position. ممكن نعمل local injections والناس اللي هتدي local steroid injection لازم الاول يتأكد ان مفيش partial cuff tears فلازم نبقى عاملين MRI ومتأكدين إن مفيش partial cuff tears قبل ما نحقن steroids. لو كل الكلام ده failed يبقى أنا محتاج إن أنا أوسع له subacromial space اللي هو الأكروميون اللي فوق وبنستخدم بير وبنعمل bearing للanterolateral aspect of the acromion. والكلام ده احنا هناخده in details في المحاضرة الجاية. بس اللي أنا عاوز أقوله إن rarely do we need to do subacromial impingement alone لأن ده كان common practice والحقيقة العادي ان هم يجيبوا good results with conservative treatment. العيان اللي عنده painful limitation وفحصه ما لقيتش ان هو he is truly stiff ولقيت عنده impingement. بعد ما افحص له الimpingement لازم افحص له الكف كله. لان كل العيانين او معظم العيانين اللي عندهم cuff tears they will test positive for the impingement test. فمش معنى كده ان عنده impingement بس. يبقى ممكن يبقى عنده impingement with super added cuff tears. يبقى لازم نفحص الكف. السوبراسبينيتس احنا عارفين ان هي abductor فبنعمل ال empty can test او ال job test. ده very sensitive test الحقيقة. لو احنا لقينا ان good power وهو قادر يرفع
midway ما بين abduction وflexion in internal rotation يبقى he does not have a supraspinatus tear. لو مش قادر يرفع الحقيقة ممكن يكون الويكنس اللي أنا حاسسها due to the pain لأن أنا حطه في internal rotation which is an impinging position. فهرجع أعيد له التست تاني in external rotation ويحاول يرفع اللي هو اللي احنا شايفينه ده الفول كان تست. الانفراسبينيتس is an external rotator فبنشوف ال resisted external rotation. السبسكابيولاريس طبعا ان احنا الليفت اوف تست مشكلته ان عيانين كتير قوي مش هيقدر يوصل ايده للوضع ده، ما يقدرش يحط ايده ورا ظهره واقول له خليها بعيد وانا زق وما تخليهاش تلمس ظهرك، هو مش هيقدر يجي في البوزيشن ده due to the pain. فالاسهل ان احنا نخليه يعمل البير هاج اللي هو ايده في الوضع ده وهو بيزق لتحت في internal rotation وانا بقاوم. ال MRI بشوف السبيس اللي ما بين الاكروميون والكف وان كان في سبايك ولا لا، واحنا اتفقنا السبايك دي مش حاجه مهمه قوي، وفي نفس الوقت ابدا اشوف ان كان في سمول كف تيرز ولا لا. واز ا تيب لو عاوز تشوف سمول كف تيرز شوفها في الكرونال كات ان ذا فات سبريشن اللي هي الصوره الغامقه، لان انت لو شفتها في تي 1 يو كان ايزلي ميس ات، فانت محتاج تشوف في الفات سبريشن. لو لقيت سمول كف تيرز زي ده يبقى في حاجتين: I will not inject steroids والعيان ده is indicated for surgery. بعكس ان لو ما لقيتش تيرس يبقى القاعدة ان هو هيمشي conservative. في عيانين بلاقي فيهم المنظر ده ان لاقي الكف مكمل من فوق من البيرسال سايد ومقطوع من تحت من الارتيكولار سايد، يعني ده partial articular side tear مكمل حتة صغيرة من فوق، ده اللي بنسميه الباستا انجري. الباستا انجري is very painful وبيعمل night pain وبيعمل severe limitation in the range of motion due to pain. يعني الباستا كpain وكlimitation is usually more than complete tears. فعشان كده الباستا لما يجي لي عيان وتأكدت ان هو is not truly stiff لان انا لو عملت له external rotation in adduction هيجيب range كويس لان it is not painful. لو عملت له MRI ولقيت المنظر ده اولا ما حقنش steroids لان ده almost complete ده partial. ثانيا this will need surgery لان this is very painful، ما اقولش ده partial tear. once ان انا عندي cuff tear يبقى انا محتاج اول حاجه اعمل proper exposure للكف. احنا بننظف عند الاكروميون. it is not a routine to do an acromioplasty في الكف tear زي ما كنا بنقول زمان، يعني once I find there is a good space يبقى انت مش محتاج تعمل acromioplasty، بس طبعا محتاج تنظف البرسة كويس عشان تشوف الكف. وزي ما احنا بنشوف احنا بنسويب البرسة تانجنشال لان انا لو بصيت لتحت هقطع الكف. لو لقيت السبيس ضيق we have to do an acromioplasty. وبعدين ده الكف، دي الهيومرال هيد اللي اكسبوزد ودي منطقه الجريتر تيوبروسي اللي فيها الريزيديوال كف اللي اتقطع. بنعمل شيفنج هنا ونحط 1 or 2 or 3 anchors حسب حجم التير اللي احنا شايفينه، نحط في الجريتر تيوبروسي. وعندنا آلات بنعدي الخيوط جوه الكف عشان نرجعه في مكانه في الجريتر تيوبروسي. في آلات بتعدي الخيط لكن انا لازم اعدي بآلة تانية اسحب الخيط اللي اتعدى، وفي آلات هي كويك باسر يعني هي هتعدي الخيط وهترجع لي بالخيط على طول، مش محتاج ان انا اخش بآلة تانية زي انا بعمل هنا عشان اسحبها، فدي طبعا بتبقى اسهل. الكف لازم اخد فيه غرز متوزعه من قدام لورا، كده قدام وكده ورا، يعني ما ينفعش اخد غرزه كده في النص وخلاص. لازم اوزع الغرز بتاعتي، كل انكور عاده بيبقى دبل لودد يعني طالع منه اربع خيوط. لو احط اثنين انكورز في سنجل رو يبقى معايا ثمان خيوط. لما بحط الخيوط بتاعتي هوزعها، انا حطيت واحد قدام وبعدين واحد في النص ولقيت ان البوستيريور هنا مش معدي فيه خيوط ارجع اعدي خيوط ثاني. لما اتاكد ان انا وزعت الخيوط بتاعتي كويس كلها على الكف عشان ما يبقاش في حته ممسوكه وحته مش ممسوكه اقدر بعد كده اعمل النوت تايم. طبعا لما يبقى في اله بترجع بالخيط على طول بتوفر الخطوه ان انا اسحب وارجع، لكن anyway يعني. يبقى احنا اتفقنا ان الفيرست كوز اوف بينفول ليميتيشن هو الامبنجمنت. لو عندنا امبنجمنت تيست بوزيتيف يبقى عندنا امبنجمنت بلس اور ماينس كف تير، يبقى انا لازم افحص الكف. لو في كف تير يبقى ده ريل انديكيشن فور سيرش، واحنا ويتند الحقيقه ان احنا تو اوفر تريت الامبنجمنت واندر تريت الكف. الامبنجمنت القاعده انه يمشي كونزرفاتيف، الكف تيرز
لما يبقى small tears we tend ان احنا نمشيهم conservative لا او نعمل decompression ونخيطهمش لا هم لازم يتخيطوا. طيب ثالث سبب هيعمل painful limitation كoverview وهلاقيه في نفس العيان يعني ممكن يبقى عنده impingement ومعاه cuff tears ومعاه اللي انا بقوله ده هو long head of biceps. long head of biceps عشان تفضل في التراك بتاعها في حاجة مسكها اسمها البايسبس بولي سيستم. In its proximal part is formed by the superior glenohumeral, coracohumeral and supraspinatus and in the distal part the long head of biceps is maintained in its track by the subscapularis. Which means that if we have a partial tear of the upper border of the subscapularis, almost always the long head of biceps will be subluxed and will be a cause of pain. And in this case we have to treat both. We have to do a tenotomy of the long head of biceps and we have to repair the subscapularis. Here, we can see that the long head of biceps is not in its groove, which means either it's subluxed or it's torn. And this is the subscapularis and the attachment here shows a partial tear. لما نيجي نشوف هنا, this is the long head of biceps. When it's subluxed and it's frayed like this, it is definitely a source of pain. لو أنا عملت العيان decompression, supraspinatus repair, وسبت له long head of biceps بالمنظر ده, he will continue to have pain, and this pain will lead to limitation due to pain. But I need to do a biceps tenotomy if he's elderly, or a tenotomy tenodesis if he's young. فلازم ما نسيبش البايسبس بالشكل ده. ولما لقيها بالشكل ده, I should suspect ان احتمال كبير يبقى subscapularis فيها upper border tear, I have to repair. يعني كل الحاجات دي هتتعمل مع بعضها. لما بعمل البايسبس تنوتومي I have to cut it completely till it's loose. ما ينفعش لو سبت حتة صغيرة زي كده ماسكة it will be more and more painful لأن هيبقى في تنشن عالي قوي على الفايبرز دي فاحنا لازم نكمل الريليس. يبقى احنا كده البينفول ليميتد شولدر شفنا الامبينجمنت ممكن يبقى معاها سوبراسبينيتس تير ممكن يبقى معاها بايسبس باثولوجي. الصورة دي انا حطيتها ده مش painful limitation بس انا حطيتها عشان ساعات بيجي لي حد زي كده وعنده البايسبس اتقطعت وحد قايل له انه هيخيطها له. الحقيقه احنا لما بيبقى البايسبس از ا سورس اوف بين احنا اللي بنعمله للعيان ان احنا بنقطعها له القطعه دي. فلو هي اتقطعت ان سمون هو از elderly ذير از نو بوينت ات اول انك تقول له انا هرجع اخيطها لك تاني ده هو كده ارتاح. فحد اباف 50 حصل له المنظر ده خلاص احنا مش هنخيط اللونج هيد بايسبس تاني. هنا ده ايه ده السبسكابيولاريس والسبسكابيولاريس مرفوع من الحته دي اللي هي اللاسر تيوبروسي. وانس ان انا عندي انجري اوف ذا ابر بوردر اوف ذا سبسكابيولاريس طبعا احنا عارفين الجزء اللي بنشوفه انترا ارتيكولار في السبسكابيولاريس هو الابر بوردر الباقي ما بنشوفوش من جوه الجوينت. هيبقى عندي حاجتين هيبقى عندي لونج هيد اوف بايسبس السبلاكست فانا محتاج اعمل لها تينوتومي اور تينوديسيس حتى لو هعمل ريبير للسبسكابيولاريس. يعني ما تقولش انا هعمل ريبير للسبسكابيولاريس يبقى اتحلت مشكله البايسبس. البايسبس خلاص ات نيدز تينوتومي والسبسكابيولاريس ات نيدز ريبير تو ذا ليسر تيوبروسي بنفس الطريقه اللي بنعمل بيها بس بدل ما الانكر هيتحط في الجريتر هنا هيتحط في الليسر. يبقى انا عندي كل دي باثولوجيز وارد انها تبقى موجوده كلها مع بعضها. I have to diagnose all of them and I have to attack all of them in cases with a pain full limited range of motion which is not truly stiff but due to the pain. يبقى بحط الانكر وبعدين بعدي من قلب السبسكابيولاريس وبخيطها. اخر حاجه المنظر ده اللي هو الاكروميو كلافيكولار امبينجمنت. It impinges on the cuff causing pain and can lead to limitation in the range of motion. وبنعمل له الاوبراين تيست وبيبقى عنده painful arc but the arc is higher than the classic impingement. It starts from 110 to almost 150 degrees. عندي two treatment options. طبعا انا ممكن اعمل local injection. ده المنظر it can truly impinge on the cuff زي ما احنا شايفين او زي ما احنا شايفين هنا it can impinge on the cuff. عندي two lines of treatment. If the pain is only due to the impingement I can just remove the osteophytes from the lower end of the clavicle. But if there is the pain of impingement and there is also a painful AC joint by direct palpation, يبقى في two sources of pain. Pain from the AC joint itself because it's arthritic, وده pain by direct palpation on the AC,
ومعاه ال painful arc يبقى أنا it is not enough to remove the osteophytes, I have to do what we call a distal clavicle resection, which is removing the distal this lateral end of the clavicle 8 to 10 millimeters عشان يبقى زي resection arthroplasty ونودي ال pain. يبقى احنا شفنا ال painful limitation of the range of motion of the shoulder. العيانين اللي لما بفحص لهم الـ external rotation in adduction passively it's almost normal, بعرف ان they are not truly stiff. كل الـ pathologies can coexist: impingement, supraspinatus infraspinatus tear, biceps pathology, subscapularis injury and AC pathology. لو كلهم موجودين يبقى كلهم لازم يتعالجوا. ونادر ان انا الاقي حاجة لوحدها بس غير لو small tears, عادة بيبقى فيه أكتر من pathology. نيجي للـ truly stiff shoulders. These have limitation in both active and passive ranges of motion, limited external rotation in abduction, and under anesthesia they will remain to have a limited passive range of motion. أول سبب للtruly stiff shoulder والmost common is the primary frozen shoulder اللي بنسميه adhesive capsulitis. الروتاتور interval اللي هي ده هنا اللونج هيد اوف بايسبس وتحتيه هنا هتبقى السبسكابيلاريس, المنطقة دي بنسميها الروتاتور interval. بيبقى فيه سيفير روتاتور انترفال سينوفيتس فيري كاركترستيك, المنظر ده مش هيتشاف غير في الفروزن شولدر البرايمري, وبيبقى فيه فايبروسيس في الكراكو هيومرال ليجامنت which lies just anterior to the capsule of the rotator interval, وفي فايبروسيس in the rest of the shoulder capsule او glino humeral capsule. كلينيكال بيكتشر, there is severe pain والبين ده كاركترستيكلي increases by night. Limitation in passive and active ranges of motion, it's more in women and in diabetics. الراديولوجي الحقيقة لما بنعمله في الفروزن شولدر, it's mainly to diagnose other pathologies. يعني الفروزن شولدر is a clinical diagnosis. لكن أنا محتاج أعمل X-ray عشان أتأكد إن this is not a case of shoulder arthritis. والحقيقة we can easily diagnose a case of shoulder arthritis as a frozen shoulder case. وهوريكم ازاي لما نوصل للارثرايتس. فلازم اعمل اكس راي اتاكد ان مفيش ارثريتيك تشينجز. لما بنعمل الام ار اي مينلي عشان نشوف ان الكف سليم, بنلاقي ان في اوبليتريشن في الاكسيلري باوتش وثيكنينج في الكبسول, بس الاساس ان اتس كلينيكال دايجنوستس وعاوز اتاكد ان مفيش شولدر ارثرايتس. لان انا لو عالجت اوسيو ارثرايتس على انه فروزن شولدر وعملت له ريليس كبسولار ريليس, هيبقى الريزلتس كويت ليميتد. The frozen shoulder passes into three stages. Starts by severe pain in 3 to 4 months, night pain, but there is not much limitation in the range of motion. وبعدين يبدأ البين يقل والlimitation increases لما بيحصل fibrosis اللي بنسميها frozen phase. وأخيرا بعد حوالي من 9 أشهر إلى 12 شهر يبدأ حاجة اسمها thawing phase, يبدأ range of motion يتحسن تاني. عشان كده بيسموه self-limiting disease, يعني هو هيتحسن لوحده لو سبناه, بس ما بيرجعش للnormal range of motion غالبا. فعشان كده it's better to manage. المنظر ده characteristic مش هنشوفه غير في عيان الفروزن شولدر, اللي هو اول ما ندخل احنا بنبص من posterior portal كده نلاقي في وشنا rotator interval synovitis تحت long head of biceps بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بداية الفروزن شولدر we try to manage conservatively by non-steroidals and by passive stretch exercises in the physiotherapy department. If there is no improvement, we proceed to arthroscopic management. عندنا ثلاثة pathologies that we have to face in the arthroscopic management: rotator interval synovitis, so we have to do a rotator interval synovectomy; fibrosis of the coracohumeral ligament, which we have to release; and fibrosis of the anterior capsule, which we have to release also. المانيبوليشن under anesthesia ما اقدرش اقول ان it has no place, but it has a limited place and it should be done very cautiously. ودايما بنبدا بالفورورد فليكشن, ولو ما حصلش معانا significant popping and release with forward deflection we should not complete the procedure. الحاجه الوحيده اللي تقول ان البروسيدر دي هتبقى successful ان احنا لما بنعمل الفورورد فليكشن يحصل sudden release معانا. لو ما حصلش يبقى don't continue. ده رايت شولدر واحنا بنبص من ورا, ده الروتاتور كاف, ده البايسبس.
ده الجلينويد دي الهومرس ودي الروتيتور انترفل. اول حاجه لازم نعمل روتيتور انترفل ساينوفكتومي، لازم نشيل كل ده لان this is a source of pain and if we leave it after the procedure the patient will continue to have pain and this pain will lead to a painful limitation in the range of motion فمش هيحس بتحسن. يبقى احنا we have to do a rotator interval synovectomy and we have to release the whole rotator interval till we see the coracoid from within the shoulder. لما بنشوف الكوراكويد from within the shoulder بنعرف ان احنا we released the coracohumeral ligament. ساعات بنقدر نشوفها ساعات ما بنشوفهاش، بس once ان احنا من جوه الكتف قدرنا نشوف الكوراكويد we know we have released the coracohumeral ligament. طبعا العين ده بيبقى قاعد بيتش تشير وكل شويه واحنا بنريليس الانتيريور كبسول هنلاقي ان الرينج اوف اكسترنال روتيشن از امبروفينج، فنقدر ننزل تو ا مور انفيريور بوينت. لما نقرب من الاكزيلا اتس ادفايس ان احنا نبطل استخدام الراديو فريكوانسي لان ممكن ذس ماي كوز ا ثيرمال كوندكشن اند ذس ثيرمال كوندكشن كان ليد تو ان انجري اوف ذا اكزيلاري نيرف. سو از وي ابروتش ذا اكزيلا اتس ادفايس ذات وي ريليس the rest of the antero-inferior capsule using a basket forceps and not the radio frequency probe for fear of injury to the axillary nerve by thermal conduction. It will not be a direct injury, but it will be an injury by thermal conduction. So we continue by the basket forceps. Coming to another less common cause of a truly stiff shoulder, limitation in active and passive ranges of motion, limited external rotation in adduction in a passive way and true limitation even under anesthesia. This is shoulder arthritis. It's truly stiff, it's painful. We can feel catching and grinding and please do not miss it or misdiagnose it as a frozen shoulder. لو انا بصيت على الاكس-راي دي فعيان in pain, night pain, true limitation in the range of motion, limited passive external rotation in abduction, I might diagnose him as frozen shoulder. لأن الـ MRI ما بيوريناش الـ arthritis بوضوح غير لو advanced arthritis. نفس العيان اللي أنا عارض الـ MRI بتاعه دي الـ X-ray بتاعته. We can see the osteophytes, we can see the obliteration of the joint space, and we can see the subchondral sclerosis. عشان كده في عينين الـ stiffness we have to do an X-ray. عيان التوتال شولدر ريبليسمنت، عيان الشولدر ارثرايتس علاجه النهائي هو توتال شولدر ريبليسمنت. والانديكيشنز بتاعتها هي الارثرايتس whether glenohumeral primary or post traumatic and we can use it with caution in rheumatoid arthritis cases because we have to be sure that we have an intact rotator cuff. We cannot do a total shoulder replacement in a patient with a torn irreparable rotator cuff or with a non-functioning deltoid. If there is a functioning deltoid but irreparable cuff, then we have to change to a reversed shoulder. في الـ pre-operative assessment in this truly stiff patient, لازم أعرف الـ main complaint. Is it the stiffness or the pain? عشان الـ prognosis اللي هقولها العيان, definitely the pain will be much better. The stiffness will be better, but he will not have a normal range if the main presentation is stiffness. فلازم يبقى فاهم كده. I have to assess the rotator cuff and the deltoid, make sure they are functioning. بعمل X-ray, AP وAxillary. الAxillary mainly عشان أشوف الglenoid erosions. وبعدين بعمل يا إما CT MRI to assess the cuff. عشان طبعاً الMRI هو اللي assess the cuff, أتأكد إن هو سليم. وعشان أشوف الglenoid. The problem with the patients with primary shoulder arthritis is that they have a posterior glenoid wear. وال posterior glenoid wear ده بيزود ال glenoid retroversion. وده بيؤدي إلى posterior subluxation and may lead to instability of the joint. فI have to correct this increased retroversion during my procedure. عشان كده احنا في سواء في MRI أو في CT بنرسم حاجة اسمها scapular line جاي من medial end of the scapular spine لغاية mid of the glenoid. وبعدين برسم خط من الـ anterior to the posterior lips of the glenoid ده بنسميه الـ glenoid line وبعدين برسم خط ثالث perpendicular على الـ scapular line. الزاوية اللي ما بين الـ perpendicular line والـ glenoid line هي دي اللي بتقول لي الـ scapular retroversion قد إيه. أنا عاوزه ما يزيدش عن 7 درجات
لغاية 10 ممكن أقبل، أكتر من كده يبقى it's too retroverted. I can have a problem with posterior instability of my joint and I have to correct this increased retroversion during the procedure. طبعا نفس القياس ده ممكن نعمله بالMRI. Shoulder replacement عندنا cemented and cemented and cementless stems. The most commonly used اللي موجود عندنا هنا على الأقل هو cemented. وعندنا two types of heads، يا إما standard يا إما offset، يعني ناحية كبيرة وناحية صغيرة، وهنشوف دول بيفرقوا في إيه. الglenoid component is always the problem with total shoulder replacement because of the increased loosening and glenoid erosions. وده كان أكتر بكتير مع metal backed glenoid components. اتعمل لها modifications بقت hydroxyapatite coated but still the gold standard till now is the all polyethylene whether pegged or keeled. يبقى الأول polyethylene cemented glenoid components is currently the gold standard. الميتال باك ده بيعملوا severe erosions و early loosening و abandoned في حتت كتير، بدأ يتعمل لهم modifications حسنت شوية longevity بتاعتهم زي الهيدروكسابتايت coating أو ده اللي بنسميه hybrid cage. But in best case scenarios they are trying to compare them to the old polyethylene، يقولوا انهم مش أقل كتير. الأول بوليثيلين البيجد بايوميكانيكالي are better but functionally there is no much difference between pegged and keeled components. ودلوقتي بقى في كلام ان هم نعمل أول بوليثيلين cemented ويبقى في النص في فلوتد بيج كبير نحط فيه بون جرافت من الهيومرال هيد عشان يحصل بوني انجروث، ما تبقاش كلها cemented، تبقى partially cemented و partially bony ingrowth. To do a total shoulder replacement, we do a standard deltopectoral approach. We release part of the pectoralis major, and then we release the subscapularis just medial to the bicipital groove, and we tag it with sutures. We dislocate the humeral head, and we have to identify the anatomical neck, because this is where we will take the cut, and we want to identify the bicipital groove. So we have to remove the osteophytes. The humeral head is medial and retroverted in respect to the shaft. To enter the medulla, you have to be lateral and anterior. So the entry point is just posterior to the bicipital groove. We start with reamers in increasing diameters. وبعد كده بناخد الكات بتاعنا. الكات we take it in almost 30 degrees of retroversion. عادة بيبقى عندي two rods, واحد عند 20, واحد عند 40. الهدف ان الفورارم وانا باخد الكات يبقى ما بين التو رودز، فانا عارف ان انا تقريبا في 30 درجه اكسترنال روتيشن اللي هم يساووا الريتروفيرجن بتاع الهيومرال هيد. هناخد الكات اوف ذا هيومرال هيد وبعدين نبدا نعمل البروفيشنال ستيم نحطه. لما بنحط البروفيشنال ستيم هنحط الهيد. ذا هيد شود ريتش ذا روتاتور كاف اتاتشمنت لاترالي اند اوفر لاي ذا كالكر ميديالي. لو انا وصلت للوضع ده بستاندرد هيد اوكي، لو لقيتها مش مغطيه من اول هنا لهنا يعني مرحله في اتجاه عن اتجاه يبقى احتاج استخدم اوفست هيد وعلم انا لفتها في انهي اتجاه بحيث انها توصل للروتاتور كاف اتاتشمنت لاترالي وتوفرلاي ذا كالكر ميديال. بعد كده بنحط هومن بوستيرير تو ذا جلينويد وبنعلم الجلينويد عشان نحدد الميد بوينت بتاعه الجلينويد فين بالظبط. نجحت وي ريموف ذا كارتليج اوف ذا فيس اوف ذا جلينويد ونحدد الجلينويد سايز بالظبط. This should not be outside the glenoid، يعني should be on the glenoid borders بالظبط عشان اعرف الجلينويد سايز قد ايه. والسنتر هنا هاخد فيه سنترال هول، وعلى السنترال هول ده هيجي الجلينويد ريمرز. لو انا عندي exaggerated retroversion لازم اصلحه في المرحلة دي. حاجة من اتنين، يا اما قبل ما ابدأ الجلينويد ريمينج I can use a bear واعمل slight ريمينج anteriorly عشان اقلل الريتروفيرجن، يا اما اول ما ببدأ بالريمر هاخد الهاندل دي كلها anteriorly بحيث انها تريم anterior اكتر من posterior فصلح الريتروفيرجن اللي موجود. بعد كده هعمل مكان البيكس او الكيل، هنا ده كيلت فهنعمل الاخرام بتاعته ونوصلهم ببعض ونبدأ نimpact البون جوه السلوت اللي هيبات فيها الكيل. لما بنعمل cementation لall polyethylene glenoid component we don't cement the surface، يعني السيمنت هيخش بس جوه السلوت، السيرفس هنا مش هيبقى عليه اسمنت. دي نقطة مهمة جدا، فلازم أعمل good preparation للسلوت دي، impact الكنسلس بون عن طريق pressurizer يخش يضغط العظم جواها وارجع أعيد تاني
الريمينج بكير لوكيتور عشان اتاكد ان الكومبوننت بيركب كويس, واعمل له ترايل اتاكد ان هو فيري ويل سيتد, الكيل دخل جوه والكومبوننت لاينج اون ذا جلينويد. ابدا اعمل السيمنتيشن اونلي فور ذا كيل, هنشف السلوت كويس قوي, ابدا احقن جواها اسمنت, وبعدين اجيب البريشرايزر وعليه شاشه واضغط الاسمنت ده وهو لسه سوفت بحيث انه اي وونت تو انتر ديجيتيت وذين ذا كانسيلس بول. طبعا لما هشيل البتاع دي هيطلع معايا شويه اسمنت, ارجع احقن اسمنت تاني واعيد البريشرايزيشن, وبعدين في الاخر اقوم مركب الفاينل جلينويد كومبوننت بتاعي الاسمنت بس مكان الكيل, وافضل ضاغط لغايه ما ينشف الاسمنت. بعد كده بنرجع للستيم, البروفيشنال ستيم بيبقى عليه حاجه اسمها كاونتر بورد, بتعمل زي كاونتر سينك عشان الستيم يبقى ويل سيتد, وركب الستيم والهيد. الهيد طبعا دايامتر ملوش علاقه بالهيد اللي انا شلتها, مش زي الهيب, مش زي الهيب, يعني مش شلت هيد 46 احط هيد 46. انا لما بركب هيد عشان اتاكد انها كويسه انا بحركها ريليتيف تو ذا جلينويد, المفروض لما احركها بوستيريورلي او انفيريورلي وزقها بايدي حوالي 50% نصها يقدر يوفرلاب الجلينويد بوستيريور او انفيريور. لو ما بتتحركش المسافه دي تبقى تو لارج كدايامتر, لو بتتحرك اكتر يعني اكتر من نصها بيخرج ورا الجلينويد او بينزل تحت الجلينويد لما بزقها لتحت تبقى ات تو سمول. يبقى دي الطريقه اللي بحكم بيها, وبيبقى عندي مقاسات ثابته 46 50 54, عاده بيبقوا 3 او 4 مقاسات حسب الشركه, بختار منها بالطريقه دي. بعد ما بختار الدايامتر كل دايامتر من دول ليه ثيكنس, يعني هي مثلا 54 ملي بس في سمك بقى 15 ولا 18 ولا 21 ولا 24. السمك ايه اللي بيحدده؟ اللي بيحدده ان انا لما اركب السمك ده اقدر اشد السب سكابيولاريس ترجع مكانها ان جود تنشن في 30 درجه اكسترنال روتيشن, لكن لو لقيتها ما بترجعش يبقى معناها ات تو ثيك, محتاج ان انا اقلل الثيكنس. بنعمل دريل هولز في الانتيرير كورتكس نعدي فيها نان ابزوربابل سوتشرز عشان نعمل ليتر ريبير للسب سكابيولاريس, بنحط البلاك في الكنال, بنحقن الاسمنت, نحط الستيم, نحط الهيد اللي احنا اخترناها كدايامتر وكثيكنس وكويذر ستاندرد اور اوفست, ونرجع الريبير اوف ذا سب سكابيولاريس. الناس كانت بتخاف من اللونجيفيتي اوف ذا توتال شولدر, بات وذ مودرن سيمنتيشن تكنيكس احنا عندنا فيري جود longevity up to 15 years. The rehabilitation, we can start early passive range, early active assisted range. الحاجة الوحيدة that we have to delay is the active internal rotation because we need to wait for the subscapularis to heal. So we don't do an active internal rotation before 6 weeks. آخر حاجة هقولها, I'm about to finish, في the painful stiff shoulder هو الكالسيفيك تندينيتس. انا ما حطيتوش في الاول لانه الحقيقه although it is not a true stiffness لكن it really simulates the frozen shoulder. العيان بيبقى in severe pain في حالات كتير, عنده night pain اكتر في الستات 40 to 60 years, can be bilateral, ف it definitely simulates a frozen shoulder clinically. وساعات بيبقى so painful لدرجه انك لما تيجي تعمل له حتى الاكسترنال روتيشن ان ادكشن يبقى مش قادر, لكن once under anesthesia he will have a full range. The calcifications they don't show very well in MRI, يعني أنا ممكن ما أخدش بالي من دول, لكن definitely أنا أخد بالي من دي. عشان كده the calcific tendinitis والarthritis من الحاجتين اللي I can miss في the MRI especially in early phases, وال main diagnosis is by X-ray. التريتمنت فور كالسيفيك تندينايتس ايذر باي شوك ويفز, ايذر باي سمبل نيدلينج, يعني بخرم في الكف ادي سبيس للهيدروكسابتايد ديبوزيتس انها تخرج, ودي ممكن تتعمل سواء بارثروسكوبي او اندر الترا ساوند جايدنس, او نعمل ارثروسكوبيك شيفينج. في الارثروسكوبيك شيفينج وي دونت هاف تو ريموف ذا هول ديبوزيتس, وي جاست اوبن سبيس ان ذا كف for the deposits to start coming out. Once we see that they are coming out, احنا سيبنا لهم مكان مفتوح هم هيخرجوا. And after we do this shaving and we see them coming out, we reassess the cuff. Does it need repair because we made too much injury during this shaving, or it does not need repair? And in most cases, it will not need repair. In summary, when a patient presents with a painful stiff shoulder, we have always to differentiate whether it's a true stiffness or it's a limitation due to pain. بنفرق بإيه؟
to check passive external rotation in adduction. And finally, لو انت مدخل حتى عيان على انه whatever you have to examine under anesthesia قبل ما تعمل البروسيدور. لو جاب full range وانت مدخله على انه frozen, يبقى this is definitely a wrong diagnosis. في the painful limited range of motion, first you have to know the pathology. And know that you have that different pathologies can coexist. And I might say that usually they coexist. So we have to treat all the present pathologies to have a pain-free shoulder with a good range of motion. And finally, shoulder arthritis and calcific tendinitis are better appreciated on X-rays rather than MRI. Thank you. شكراً جزيلاً أستاذ دكتور ماجد بي سامي على الـ very, very interesting talk. حضرتك بصراحة لخصت كل حاجة يعني يا دكتور ماجد بي في المحاضرة يعني دي. Overview يا دكتور محمد أكتر منها يعني إن احنا نخش in details, بس overview of how to manage a very common complaint, pain and stiffness of the shoulder. Very interesting talk, sir. Thank you so much. دكتور حسام حضرتك تولى الـ questions and answers. شكراً جزيلاً يا دكتور ماجد على الـ من المحاضرة الجميلة دي. و للأسف ما فيش لسه أسئلة على المحاضرة, فهنبدأ المحاضرة بتاعت دكتور محمد صلاح. مرحب بك يا دكتور محمد ومنور بيتك ومكانك. ازيك يا دكتور محمد؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا بيه؟ ازيك يا حبيبي؟ الجو عندك حر طبعا. لا والله الجو كويس عندنا هنا الحمد لله. كويس يعني السعودية بقت مصر بقت أحر من السعودية. حتة عالية شوية يمكن فالجو كويس. حتة عالية فالمكان جميل عنده بصراحة يعني. هنبدأ إن شاء الله المحاضرة بتاعت الدكتور محمد صلاح شرف. Impingement and rotator cuff tear. تفضل دكتور محمد. أنا طبعاً أحب أشكر الدكتور ماجد, يعني سهل الأمور كتير زي ما الدكتور محمد لاشب قال أنه تقريباً كانت overview شبه كاملة يعني.